الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تتحدى إكراهات فيروس كورونا وتواصل تنظيم الملتقيات الفيدرالية وفي جميع الفئات ذكورا وإناث. بالحلبة الملحقة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط نظم الملتقى الفيدرالي الثامن. أبرز الأبطال في كل جهات المملكة شاركوا في هذا الملتقى الذي يتواجد فيه أصحاب أفضل الأرقام في الملتقيات الجهوية. السباق اللي ربحته هو 3000. الحمد لله أننا فرحانة ببرومي بلاس وبالكرونو اللي حققت أنني هبطت أكثر من 20 ثانية، وخا كنضيع المينيما ديال الشامبيونة العالمية بأربعة ديال الثواني، ولكن الحمد لله على كل حال. يعني الخدمة جاية إن شاء الله والمينيما قريبة. لعبت اليوم 5000 ماشي شابات، الحمد لله حققت الفوز مرتبة الأولى. كنبغيو نشكر الجامعة الملكية للألعاب قوى اللي دارت لنا السباقات، ومع ظرف كورونا اللي كنا حابسين ورجعنا دابا كنترينو الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله نكون بطالة العالم. ربحت في السباق اليوم ديال 3000 متر مستوية، كان السباق زوين وكانت منافسة شوية ماشي بزاف، ولكن الحمد لله قدرت نحسن التوقيت ديالي، وان شاء الله في القادم غنزيد نطيح احسن من هاد الكورونا اللي درتها هاد النهار. هاد النهار واحد السباق اللي كان مزيان ان شاء الله، التحضيرات لبطولات العالم ان شاء الله، وما يكون غير خير ان شاء الله نهزو رايه المغرب ونمثلوا احسن تمثيل على الصعيد العالمي. بعد مرحلة الحجر الصحي التام لأشهر والتي فرضت عطلة إجبارية على كل الأبطال، فتحت جامعة ألعاب القوى الباب مجددا لكل الفئات للعودة إلى حلبات التنافس. البداية كانت على المستوى الجهوي ثم وطنيا من خلال تنظيم الملتقيات الفيدرالية وفق تدابير ومعايير صحية خاصة. الملتقى الفيدرالي الأول بعد الحجر الصحي عرف مشاركة 28 عداء وعداءة، وكان التنافس في مسابقتين فقط، واليوم وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 170 وشمل التنافس 18 مسابقة. الغاية من تنظيم الملتقيات الفيدرالية هو اختيار العناصر المتألقة لحمل لواء ألعاب القوى المغربية في المنافسات الجهوية القارية والدولية، وأيضا اختيار المواهب الشابة التي يمكن إلحاقها بالمراكز الجهوية أو بأكاديمية محمد السادس الدولية.